السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي إيسونتوريا. أنا جد سعيدة لأنني استطعت أخيرا أن أجد عجين لتحضير الشباكية الخالية من الجلوتين بدون صعوبة نهائيا. هذا العجين يمكن استخدامه كالعجين العادي، يعني يمكن تشكيل الحلوى دون صعوبة لأن العجين لا يتمزق إلا قليلا. وصفة هذا العجين حضرتها لأنني كنت أبحث أصلا عن مقادير تحضير حلوى البشنيخة. هذا هو شكل حلوى البشنيخة، ولكن تفاجأت عند تحضيري لهذا العجين، بحيث أنني عندما صنعته لأول مرة حاولت صنع الشباكية والضفيرة وتمكنت من ذلك بكل سهولة وبكل نجاح الحمد لله. اليوم سوف نرى جميعا كيف نحضر هذا العجين. بالنسبة للحلوى فإنني سأضع فيديوهات خاصة بكل حلوى ليسهل علي وضعهم على اليوتيوب إن شاء الله، لأن ذلك يتطلب وقت كبير، وكلما كان الفيديو طويل كلما أخذ وقت أطول. وكذلك بالنسبة لي من السهل بالنسبة لي وضع فيديوهات قصيرة التي تتطلب وقت ومجهود كبير، فما بالكم بفيديو طويل، علما أنني أنا التي أصور وأقوم بالمونتاج. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إليكم لائحة المقادير. أقوم بطحن حبوب السمسم وحبوب الشمر مع القليل من الدقيق حتى يسهل علي نخلهم. أقوم بنخل جميع المواد الجافة عدا خميرة الخبز. أقوم بنخل القرفة، البيكنج باودر، الملح والدقيق. أضع جميع المواد الجافة المنخولة في الخلاط الكهربائي وأضيف الزبدة وخميرة الخبز وأقوم بالخلط جيدا. أضيف البيضة، الخل وماء الزهر. أضيف الحليب تدريجيا، هنا استعملت 200 ملليلتر. كمية الحليب تتراوح بين 160 و 200 ملليلتر لأن حجم البيض يختلف. المهم العجين يجب أن يكون متماسك، حالما يتكون لنا عجين متماسك لا يلتصق باليدين نتوقف عن إضافة الحليب. يعجن العجين بالخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق من العجن أخذ العجين وأشكله على هذا الشكل وقطعه هكذا حتى يسهل علي استعماله فيما بعد. أضع قطع العجين في فيلم غذائي وأترك العجين يرتاح في مكان ما من المطبخ نصف ساعة قبل استخدامه أو على الأقل ربع ساعة. العجين أصبح جاهز لتحضير حلويات رمضان. في الفيديو القادم سنبدأ بحلوة الشباكية. كونوا في الموعد. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأعجبكم. لا تنسوا وضع جيم للفيديو وأن تتبادلوه بينكم وأن تشتركوا على قناتي للمزيد من الوصفات. شكرا.